السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هل تسمع الكرام، نقدم لكم فيديو جديد بمعلومة وعبرة جديدة فتابعونا، ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب حتى نستمر بنشر المزيد من الفيديوهات. بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أحبتنا الأكارم انتبهوا جيدا في هذا الفيديو، سنذكر لكم ثلاثة لا تقربهم الملائكة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمغ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تفسير هذا الحديث، أولا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة التي لا تقربهم الملائكة، أولهم جيفة الكافر. الملائكة لا تقرب جيفة الكافر، حيث إن هذا الجسد كان فيه روحا وكان يعصي الله تعالى بهذا الجسد، حيث كان يأكل حراما ويشرب حراما ويكفر بالله جل وعلا، واعتاد جسد الكافر على ما حرم الله من خمر ودم ولحم خنزير وما إلى ذلك من المحرمات، فلذلك لا تقرب جيفة الملائكة. ثانيا المتضمغ بالخلوق، والخلوق هو نوع من أنواع العطور النساء كانت تستعمله قديما، وهو يتكون من الزعفران وغيره من المركبات العطرية ولونه أحمرا مائلا للإصفرار، وكانت النساء تستعمله قديما، وحينما جاء المنع كان للرجال فقط. ثالثا الجنب، وهو من وجب عليه الاغتسال بعد الجماع، وفي هذا الحديث يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نسرع بالاغتسال وعلى أن لا يبقى الإنسان جنبا لفترة طويلة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحوا من ملائكة الله تعالى الذين لا يفارقونكم إلا في ثلاث: عند الاغتسال وعند الغائط وعند الجنابة. فإذا اغتسل أحدكم في العراء فليستتر بثوبه أو بجدمة حائط أو ببعيره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، أوردنا لكم في هذا الفيديو ثلاثة لا تقربهم الملائكة، نرجو من الله تعالى أن تكونا قد استفدتم من هذا الفيديو القيم، وإذا أعجبكم فلا تنسونا من صالح دعائكم، وإن كان فيه شيء لا يعجبكم أو لديكم تعليق فاتركوه أسفل الفيديو وسنعمل به إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وارزقنا الجنة، اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرا يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، آمين. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تسمع لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، ويمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة.